خلي بالك المرأة المصرية ما كانتش بتهان في المناطق الشعبية ولا في الصعيد ولا في الريف. المرأة اتبهدلت في العشوائيات، سواء العشوائيات الفقيرة أو العشوائيات ديلوكس اللي بتعكس ثقافة، اللي هي بتعكس ثقافة أو وعي مفهوش ثقافة. لكن في الصعيد أنا أهلي جذورهم من أسوان، أنا معرفش المرأة الضعيفة، أنا عرفتها لما اشتغلت، لكن أنا ما شفتش نموذج المرأة الضعيفة، لأن كل ست قصادي قوية. لا عندنا ست بتتضرب ولا بتتشتم ولا بتتهان، ده في الصعيد. لكن المجتمع العشوائي اللي نما في الثلاثين سنة اللي فاتت هو اللي بيهين المرأة. فلما يجي رئيس ابن بلد من الجمالية ويكلم خطاب موجه للمرأة، طب فده بيعكس حاجتين. أول حاجة إن هو فعلا مؤمن بدور المرأة في بناء المجتمع وبيحترمها بشكل شخصي، وعلى حسب كلامه هو اتجوز بنت خاله عن قصة حب. الحاجة التانية إن في ملفات محطوطة قصاده، ما بيشتغلش عشوائي، منها ملف المرأة. وأقول لك الدليل، أنا فاكرة إنه بعد 30 يونيو 2014 كان في رمضان، جه رمضان وخرج الغارمات من السجون، اتدفعت لهم الفلوس. سعادتي كانت للسماء، مش بس لان في امهات بيقضوا العيد مع ولادهم، ان في حد حاسس بالست دي.